تأكيدا على تميز ذوي الاحتياجات الخاصة وقدرتهم على الإبداع وتحت عنوان يد للمستقبل، أقامت جمعية رعاية الطفل في حمص معرضا لأعمال شبان وشابات من الجمعية، يتضمن أشغالا يدوية وتحفا فنية ولوحات وألبسة بالإضافة إلى المواد الغذائية، ويستمر لمدة 3 أيام. اليوم عاملين معرض خيري سميناه يد للمستقبل لنتفائل بالأيام الجاية إن شاء الله. أولادنا اللي ربيهم لما كان عمرهم 9 أشهر وسنة هلأ كبروا صاروا شباب وصبايا، فكانوا بمركز الوعر، للأسف بسبب الظروف تسكر الوعر، هلأ رجع فتح مركزنا بالوعر. فبمناسبة افتتاح مركزنا بالوعر عملنا أشغال يدوية، قسم منهم شغل أولادنا اللي هني كانوا أولاد صغار وكبروا صاروا شباب وصبايا، اشتغلنا معهم بحنية وحب، وهني يعطونا مثل ما نحن أعطيناهم، كتير أطفال لطفاء وقلبهم كبير وشو بيعطوا من قلبهم، يعني كتير كان تعاون معهم سهل وحلو. حاولنا أن نساعدهم إيد بإيد ليبنوا مستقبلهم من جديد عن طريق هذا المعرض الخيري اللي شارك فيه كثير من الناس المهمين. حلو كثير معرض، وتعاوننا كثير مع زود مع أساتذة أشخاص، سوينا كثير أشياء حلوة. هاي قدرتهم للأطفال طبعا، ونحن إنه بنتمنى إنه الناس كلها تشوف إنه عندهم قدرة قوية، إنه إيش من وجهتهم إنه بيعملوا بيشتغلوا عندهم استطاعة. المعرض بمنتجاته ومعروضاته يعبر عن امتلاك ذوي الاحتياجات الخاصة مواهب وقدرات خاصة، وأنهم أحد أنسجة المجتمع السوري التي تحتاج الدعم والرعاية في كل وقت.